اهلا وسهلا بكم لو عندك بغبغان وحاولت معاه بكل الطرق عشان يتكلم لكن للاسف مفيش فايده وانت شعرت ان مفيش فايده فعلا البغبغان مش هيتكلم طيب لازم نعرف امور مهمه جدا ان شاء الله كده كده البغبغان هيتكلم يعني هيتكلم اول حاجه بالنسبه لسن الطائر ما ناس تقولك مثلا البغبغان مش هيقدر يتكلم الا بعد مثلا ست شهور او بعد سنة طبعا الكلام ده بالصحيح لان بالنسبة للسن بيختلف من طائر للطائر الثاني حتى لو كان من نفس النوع يعني انت لو عندك جوز من الضرة ممكن واحد منهم يتكلم قبل التاني مع انهم نفس النوع ونفس السن بس في فرد منهم عنده قدرة استوعاب اكثر فرد منهم اكثر الفه. فالفرد ده هو ممكن ان هو يتكلم قبل قبل اخوه بمده كبيره جدا، يعني ممكن واحد يتكلم مثلا على مثلا ثلاث اربع شهور والثاني ممكن يقعد بعد سنه على ما يتكلم. بالنسبه للبغبغان اللي انتم شايفينه في الصوره دوت دلوقتي قدامكم، البغبغان دوت ما اتكلمش الا بعد سنه وشهرين. سنه وشهرين يعني قعد مده كبيره جدا على ما اتكلم. دي بترجع لقدرات الطائر يعني كل طائر بيختلف من الطائر التاني يعني في طائر مثلا عنده قدره استوعاب اكثر زي مثلا في طالب مثلا او ولد عنده مثلا ايه قدره على الحفظ عن الايه عن الطفل التاني. طيب وبرضك بيرجع الكلام بسرعه بيرجع للملقن ممكن الملقن نفسه او المدرب يعني ايه ما بيستخدمش اساليب يعني ايه احسن او اساليب فيها يعني تكرار بصيغه مستمره عشان كده الطائر ممكن يطول شويه ويغيب على ما يتكلم وعشان الطائر يتكلم لازم يتوفر امور اول حاجه لازم يتم ترويض الطائر يعني لازم أن يكون الطائر ده هو طائر اليف طائر تم تاكيله تاكيلا يدويا لازم يكون طائر اليف فصل تم فصله عن امه ولازم يكون من الأنواع اللي بتتكلم، ما ينفعش تجيب عصفورة وتحاول إن أنت تقول إن هي هتتكلم، طبعًا هتاخد منك يعني مجهود كبير جدًا. آآ لازم آآ تقول قدام البغبغان كلمة بسيطة. يعني كلمة بسيطة ما تقولش كلمة يعني ما ما تجيبش جملة معقدة، يعني ابدأ أولًا بكلمة بسيطة يعني مثلًا إيه؟ بابا كوكو، يعني كلمة بسيطة في البداية. لو أنت بدأت بكلمة السلام عليكم يعني ممكن تاخد وقت شوية يعني ممكن ايه تاخد وقت شوية بس يعني هي كلمة بسيطة برضك لكن ابدأ اولا بكلمة بسيطة اول ما البغبغان بيبدأ الكلام بيحاول ان هو يجيب كده ايه يعني يجيب كلام مش مفهوم او طقطقة انت ما انتش فاهم هو بيتكلم ولا بيعمل ايه بس دي طقطقة بيحاول ان هو يقلد الكلمة وطبعا بعد فترة هتلاقي الكلمة بقت اكثر وضوحا المسألة مسألة وقت آه لازم آه تختار كلمه بسيطه ولازم تكرر الكلمه اكثر من ربع ساعه آه ممكن نستخدم المسجل ممكن نسجل الكلمه دي على المحمول ونخلي المحمول يكررها آه اكثر من مره حاول ان انت تربط الكلمه بوضع الطعام يعني مثلا وانت جاي تحط الطعام آه نادي عليه وقول الكلمه اللي انت عايزه يقولها آه طيب لازم تعرف ان الطائر مش بيتكلم الطائر بيقلد الكلمه وده بياخد وقت على ما يحفظها ويحاول يقولها صح يعني هو بيحاول يعني بيحاول على ما يبدأ زي مثلا الطفل الصغير على ما بيبدأ الكلام بتاعه يستقيم طيب حاول إنت تربط الحركة بالكلمة يعني مثلا ممكن تخبط على الباب وأنت بتقول له ايه وانت بتقول له بابا خبط على الباب عشان يحصل فيه ترابط بين الكلمه وبين الحركه حاول انت تربط الكلمه بالاكل بالطعام يعني وانت بتقدم له الطعام تقول الايه تقول الكلمه اكثر من مره بالنسبه للذكر والانثى في ناس تقول لك ان الذكر احسن من الانثى بيتكلم احسن طبعا ده بيختلف بردك على حسب استيعاب الطائر ملوش علاقة يعني الأنثى ممكن تتكلم اه الأنثى بتتكلم عادي وخلاص ما فيها أي مشكلة الأنثى في أي نوع من أنواع البغبغانات بتتكلم عادي لكن طبعا الذكر بيكون إيه بيكون أحسن لأنه أكثر يعني إيه نشاطا وأكثر يعني يعني لعوب أكثر طبعا ده برضك بيختلف من طائر لطائر تاني آه طيب إحنا عندنا بنقول يا جماعة حاولوا ما تزعجوش اللي ما تزعجوش البغبغان ما تحاولش أنت تزعجه كل شوية وتخبط على القفص آه ازعاج الطائر بيخلي بيخليه يكره صاحبه وبيخاف من صاحبه وبيحصل عنده حاله حاله من من حالات الرعب وطبعا يعني التقليد دوت معناه ان الطائر دوت طائر اليف طائر بيحب صاحبه يعني انت لما بتكون بتقلد حد معناها ان انت بتحبه يعني مثلا واحد بيقلد صوت مثلا شيخ معين في في القران مثلا فهو بيقلده يعني معناه ان هو بيحب صوته فالبغبغان عمره ما يقلدك الا اذا كان اليف الا اذا كان بيحبك فما تحاولش ان انت تقعد بقى تشد يعني تشد ريشه وتنتفه وتحاول ان انت تخوفه فطبعا هو كده بالشكل ده انت هتعمل حاله من حالات ان هو مش هيبقى عنده امان للمكان اللي هو موجود فيه مش هيحس يعني ايه ان هو عايز يقلد صاحبه طيب لازم يا جماعه نخلي بالنا إن إحنا ما نشتتش البغبغان، يعني إيه؟ يعني أنت بتعلمه الكلمة آه الكلمة البسيطة ديت في الأول في البداية، لازم ما تقعدش بقى إيه؟ آه ما تقعدش تجيب أصوات تانية كتير، يعني مثلاً ما تحطش البغبغان قدام التلفزيون. فطبعاً هيحصل عنده تشتت، هيحصل عنده تشتت زي الطفل تماماً، لو أنت عايز الطفل يتكلم بسرعة، ما تحطوش قدام التلفزيون كتير. لأن الكلام الكتير هيعمل له تشتت. طيب. حاولوا يا جماعه ان احنا لما نجي نعلم البغبغان ان احنا نحاول ان احنا ما نسيبش البغبغان في القفص مده كبيره لان انت لما بتترك البغبغان في القفص مده كبيره قوي ما بتطلعوش ما بتحاولش ان انت تلعب مع البغبغان اللي بيحصل ان البغبغان نفسه ايه بيبدا يتوحش بيبدا يعض يعني كل ما تطلع البغبغان على طول من القفص على طول باستمرار وتبدا يعني تحاول انت مثلا تحسس عليه او يعني تهرش في راسه او تدعك بايديك كده في راسه ده كله عامل من عوامل الامان ان هو بيحس دائما ان ايديك ديت يعني مصدر للامان. انما لو انت يعني سبته مثلا شهرين ثلاثه وبعدين جيت مره واحده تطلعه فطبعا هو يعض هيعض طبعا مش عضة اللي هي يعني العضة الكبيرة يعني هتبقى عضة بس يعني ايه عضة معناها ان هو يعني ايه بيشوف الايد دي هل ان هي مصدر رعب مصدر خوف ولا هي مصدر امان فانت حاول ان انت تخلي البغبغان يحس ان ايديك مصدر امان ان هو يحبك باستمرار ان انت تحاول انت تطلعه حاول باستمرار ان انت تطلعه في الاوضه على طول عشان يبقى يحصل عمليه ترابط وعمليه حب وعمليه امان يا ريت يا جماعه ناخد في بالنا كويس قوي ان كل بغبغان بيختلف عن البغبغان الثاني يا ريت ان احنا نصبر وما تيأسش ابدا كده كده البغبغان هيتكلم هيتكلم يعني ادام ان انت تعبت وادام ان انت حاولت ان انت تخليه يتكلم وعملت كل الطرق فربنا سبحانه وتعالى مش هيضيع تعبك وان شاء الله هيتكلم هيتكلم بس انت اصبر اصبر وما تستعجلش والمساله محتاجه شويه وقت بس شويه وقت وهو هيتكلم. حاول ان انت تقول الكلمه في الصباح لان الطيور عامه العصافير بتبقى صاحيه في الصباح كده بتبقى سعيده فانت حاول في الصباح وكمان الذاكره كمان بتبقى نشطه في الصباح حاول انت في الصباح ان انت تقول الكلمه اكتر من مره او ان انت تشغل المسجل المسجل هيريحك كتير فحاول في الصباح في الصباح ان انت تشغل المسجل وبرضك كذلك في المساء يعني دائما ركز في الصباح والمساء تشغل المسجل او يعني تكرر الكلمه ديت قدامه مده طويله. ده عامل كبير جدا هيخلي البغبغان يتكلم بسرعه. عشان تخليه يتكلم بسرعه لازم تشغل المسجل ده في الصباح وفي المساء وكل ما تاجر تحط له الطعام، كل ما تاجر تحط له الطعام حاول ان انت تربط الطعام بالكلمة اللي أنت عايزه يقولها، وطبعا البغبغان أول كلمة هيقولها بتاخد منه وقت طويل. بعد كده بقى الكلمة التانية والكلمة التالتة والكل... ال... ال... أي كلمة بعد كده أنت عايزه يقولها هيقولها بسهولة بعد كده، يعني مثلا في المرة الأولى ممكن البغبغان عشان يتكلم في المرة الأولى الكلمة الأولى اللي هيقولها ممكن تاخد منه مثلا قيمة يعني مثلا سنة أو أكتر تبع الإيه؟ تبع البغبغان، لكن الكلمة التانية ما بتاخدش وقت يعني ممكن مثلا يتكلم تحفظه بقى بيبدا الذاكره عنده تنشط بقى وبيبدا ايه يتلقى الكلام بسرعه ويقوله بسرعه يعني ممكن الكلمه الثانيه تاخد مثلا اسبوع او اسبوعين او شهر حسب البغبغان مع كوكو. السلامه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كوكو